حبكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام عبر موجة أم درمان، وتحية لكل اللي بتابعنا وبشاهدنا عبر شاشات الحرية والجمال. أكيد وصلنا مع بعض إلى فقرة ضيف على الهواء، وفي ضيف على الهواء دائما ما نقدم ضيف يكون له مساهمة خاصة في مجال أو آخر للمجتمع السوداني. وبما أن الفترة دي هي فترة مهمة جدا للإنسان السوداني وللمجتمع السوداني ككل، لأنها هي فترة بناء ولا تخص شخص بعينه، هي تخص كل فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشيب وشباب، وأيضا كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والعام، وأيضا الأجهزة الشرطية والجيش والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني، كلها مفروض يتعاضدوا ويتفقوا عشان بناء السودان أو إعادة بناء السودان. خلونا نرحب مع بعض الليلة بضيفنا الأستاذ عماد الدين مكي مرغني، هو مدرب تنمية بشرية ولكن هو أيضا المدير العام لمنظمة آفاق للعقول الذكية للتدريب والتنمية، وأيضا صاحبة مبادرة حنبنيهو. برحب بك جدا استاذ عماد، اهلا ومرحبا بك. عليكم ورحمه الله وبركاته، اتشرف جدا بالتواصل معكم في قناه ام درمان الفضائيه. احنا سعيدين جدا بوجودك، وزي ما ذكرت في البدايه انه الفتره اللي بمر بها السودان هي فتره حرجه جدا وهي فتره بناء صحيح. ونامل انه احنا نبنيه بصوره صحيحه وبصوره جديده وبشكل مغاير للواقع اللي احنا كنا عايشينه لمده طويله جدا من صحيح. الزمان. في البدايه عايز اعرف نشاه وبدايه المنظمه وهدفها شنو. قبل ان نتحدث عن نشاه المنظمه، في البداية ترحم على أرواح الشهداء التي زهقت، ونوعدهم بأن كل التضحيات بإذن الله سبحانه وتعالى والآمال والطموحات التي كانوا يحلمون بها سوف نتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. فكرة المنظمة هي فكرة قديمة جدا منذ نهاية العام 2013، تجمعنا نحن وبعض الأصدقاء من أجل العطاء، ولكن في ذلك الوقت قد كنا في الجامعات، يعني ما ليس لدينا وقت كافي لكي نذهب بالعطاء، ولكن اتفقنا على مبادئ أساسية. واحد من هذه المبادئ يجب ونؤمن تماما أن التغيير هو يحدث من الداخل، لذلك اتفقنا على مبادئ أساسية يجب أن نغيرها في أنفسنا أولا، حتى في يوم من الأيام، نقول هكذا، في يوم من الأيام ستأتي هذه اللحظة التي سوف نحطي فيها. وبعد ذلك الزمان من العام 2013، في كل مكان كنت أسهب فيه أجد أشخاص أو شخص لديه مواصفات ثلاثة: أولى الأخلاق، الثانية العطاء، الثالثة العلم والمعرفة، أخبره بفكرة هذه المبادرة، ولم تكن أصلا مبادرة، هي فكرة فقط للعطاء. وبحمد الله سبحانه وتعالى كل ما نلتقي ونتقابل نتذكر هذه الفكرة، إلى أن أتى العام 2018، تسجلت المنظمة في عام 2016 عفوا في يوم 29/4 في مفوضية العون الإنساني، مع وجود كثير من التحديات وأنا أسميها مولودة الثورة السودانية. نبارك لكم المنظمة ونتمنى أن تحقق أهدافها، لأنه الآن زي ما ذكرت إحنا في أمس الحوجة لأيادي تساعد في بناء السودان. الآن شعار الفترة حنبنيه اللي بنحلم به: يوماتي وطن شامخ، وطن عاطي، وطن خير ديمقراطي، ولسان حال كل شاب ولسان حال صحيح. كل فرد سوداني صحيح. الآن أي زول عايز يعطي وأي زول عايز يقدم، والحاجة دي بنشوفها في الأحياء ولجان الأحياء، والآن ما يعني المجهود الكبير اللي بيبذل في مجابهة الأمطار والمياه الراكدة والفيضانات. كيف بتختلف فكرة حنبنيه لمنظمة أفاق العقول الذكية من فكرة الشعار الموجود داخل كل شاب جوان؟ أصلا هي المنظمة لديها ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هو التوعية الاجتماعية، الهدف الثاني هو العمل في مجال التعليم، الهدف الثالث هو العمل في مجال التدريب وبناء القدرات. الآن فكرة حنبنيه هي مكملة للهدف الأول في مجال التوعية الاجتماعية. الفكرة بسيطة جدا، حنبنيه الآن السودان في وضع نريد أن نشعر بالإيجابية، نريد أن نشعر بالحماس، نريد أن نشعر بالطموح وتحقيق الأهداف، ويجب أن تكون هنالك أشياء فعلية على الأرض الواقع يجب أن تفعل بالتعمل. لذلك الفكرة تتبني على ورقة صغيرة جدا، وهي ورقة يكتب فيها كلام إيجابي، مثلا معا نرتقي، أو تفاءلوا بالخير تجدوه. هذه الأوراق بإذن الله سبحانه وتعالى أكثر من 3000 ورقة، سوف نكون لدينا ثلاث تجمعات رئيسية: التجمع الأول في بواب مطار الخرطوم الدولي، التجمع الثاني في السلاح الطبي في أم درمان، التجمع الثالث في المحطة الوسطى بحري.
سوف نكتب هذه الأوراق، سوف يكون هنالك أناس في هذه المناطق، وسوف نكون إيجابيين وبابتسامة، ونخرج من هذه النقاط ونأتي إلى الخرطوم، المكان المأثور الذي نتذكره دائما هو صينية الجندول، ولكن سوف نأتي بطريقة إيجابية ونقوم بتوزيع هذه الأوراق أو البوسترات لكل ما موجود هو في الطريق، من عربات، من سائق، من فراش، كل فئات المجتمع بصورة وطريقة إيجابية جدا، من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8:30، وبعد ذلك نذهب إلى العمل ونحن تملأنا الإيجابية والتفاؤل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف تتمدد هذه الفكرة لكي ننظف، لكي نوعي، لكي نفعل أشياء كثيرة جدا، ولكن الآن تبدأ الفكرة بعملية التوعية. طيب يعني أستاذ عماد، إذا سألتك، نعم، الأمل موجود داخل الشباب، وأي شاب فينا الآن هو عايز ينجز، لكن ما بيكون ما لاقي التوجيه الصحيح، أو لاقي يعني مشروع هو ينضم له أو شباب ينضم له، نلقاهم إن هم جاهزين للعطاء، ولكن كيف إنه إحنا ننفذ القدرات دي والطاقات دي في مشروع يقدر نبني به البلد؟ هل فكرتوا في الحاجة دي في منظمتكم؟ في الفترة السابقة طبعا كنت أنا أحتضر السودان كالماء الراكد لا يتحرك، ولكن الآن السودان تحرك ويوجد أمواج هائلة جدا، لذلك نعم لدينا مشاريع كثيرة، ولكن كانت فكرة العمل التطوعي أصلا لدى المجتمع لا تعتبر مسؤولية مجتمعية، ولكن الآن قد تغيرت هذه الفكرة وأصبح كل شخص يريد أن يبادر ويحطي، يجب أن يكون هنالك قادة يستطيعون أن يوجهوا هؤلاء الشباب وأن يعرفوهم بمقدراتهم التي يستطيعون بها العطاء والإنجاز، ويجب مساعدتهم ونقلهم إلى الطريقة التي نرى بها أن المستقبل سيكون صحيحا. لذلك لدينا مبادرات كثيرة، وأول شيء نبدأ به في المنظمة هو تأهيل أعضاء المنظمة من الناحية العلمية، من الناحية الفكرية، من الناحية القيادية، من الناحية النفسية، وتأهيلهم حتى عندما يخرجون إلى المجتمع يستطيعون أو يوصلوا هذه الرسالة. ويوجد مشاريع كثيرة جدا. نعم. يعني ويجب أنه برضو يعني الشباب القادة، أنتوا أطلقتوا على نفسكم قادة وسميتوا نفسكم كمنظمة، ويمكن أنتوا لازم يكون عندكم فكرة ودراية كبيرة جدا بكيفية توظيف هذه الطاقات، توظيف سليم. صحيح. عشان إحنا نقدر نمشي لقدام. طيب أي شاب جوانا أو معانا بيقول إنه هو عايز يأدي، عايز ينجز، كيف الشباب ديل بيقدروا يساعدوا البلد، يقدروا يبنوه زي ما بيقولوا، ويقدروا يحسنوا ولو بصورة قليلة، كيف؟ في البداية مثلا في المنظمة يجب أن يكون لكل منظمة سيستم أو نظام رئيسي وأهداف حقيقية، ودائما هذا يأتي من التخصصية في المنظمات، عندما نخصص أشياء محددة نريد أن نفعلها، بعد ذلك يجب أن تكون هنالك دراسة للمجتمع. الآن عملنا دراسة كبيرة جدا في مجال التعليم، وجدنا أن هنالك بعض القرى والمناطق أحيانا المدارس تبنى من الغش، في الخريف لا يكون هنالك دراسة، لا يوجد أساتذة، بعد الخريف عندما يكون هنالك إجازة مثلا يأتي الغنم وكذا يأكلون هذا الغش ويريدون ترميم هذه المدارس بطريقة أخرى. لذلك هذه الدراسة سوف نركز في مجال التعليم، والآن نؤهل في أساتذة، لدينا نادي خاص بالمدربين، لدينا نادي خاص بالأطباء، لدينا نادي خاص ومبادرة الآن سوف تنطلق في مجال تعليم اللغة الإنجليزية. نحن نركز على هذه الجهات وندرب فيها، ولدينا الشخصيات تستطيع العطاء، وبعد ذلك هم ينمون الذين أسفل منهم أو تحتهم. وعندما نخرج إلى المجتمع مثلا في مجال التعليم، الآن نحن نعمل في مجمع أمات الخير غرب أم درمان، نؤهل المدرسة من الناحية بتاعة البنية التحتية إلى الناحية بتاعة تأهيل الأساتذة والطلبة والاهتمام بالطلبة حتى أسر الطلبة، لأن الأسر زائد المدرسة زائد المعلمين مرتبطين ببعضهم بعض، وهو نظام متكامل يجب أن نؤهل في كل هذه الجهات. طيب يعني إذا سألتك من أين تجد المنظمة التمويل؟ سؤال جيد جدا. طبعا دائما في بداية كل منظمة يبدأ التمويل من الجانب الشخصي، أو نحن نعمل اشتراكات شهرية ونبدأ من أنفسنا، هذا في الجانب المبدئي، وإلى الآن نحن نفعل بهذه الطريقة، نمول من أنفسنا، حتى لدينا تحديات كبيرة كانت في المقر للمنظمة لأشياء كثيرة جدا، لا يوجد تمويل أو هنالك أناس لديهم أفكار سلبية على المنظمات، ولكن أيضا أقول أن هنالك بعض الخيرين
السودانيين أو غير السودانيين الذين هم يستطيعون أن يمولوا هذه المنظمات. ولكن من هنا أدعو كافة الشعب السوداني داخليا وخارجيا أن ينظروا إلى هذا الأمر وأن يأتوا ويمولوا هذه المنظمات حتى تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، لأن هذا البند هو يستطيع أن يضع المنظمات في إطار محدد لا تستطيع أن تنجز، ولكن كل ما وجد المنظمة تمويل أكبر تستطيع أن تعطي أكثر وتنجز أكثر. نعم. طيب خلينا نتكلم عن الإنجازات حتى نكون نحن والمشاهد الكريم في صورة كاملة عن منظمة أفق للعقول الذكية أو أفق العقول الذكية. كلمني أكثر عن الإنجازات. طبعا المنظمة إلى الآن لديها 4 أشهر فقط، ولكن الحمد لله أول إنجاز كان للمنظمة مشاركتها مع منظمة رباط الخير بالتعاون معا في ملتقى المنظمات والمبادرات والجمعيات الطوعية بالسودان. قد كان هذا الملتقى في 20 رمضان السابق، قد أتينا نحن أكثر من 56 منظمة. كان الملتقى تحت شعار تنسيق تعاون، وكان الملتقى مهم جدا وتناقشنا وتحاورنا فيه عن الأشياء التي أو المشاكل التي تواجه المنظمات، مسألة الفند، مسألة المتطوعين، وقد أتينا المنظمات. والآن أنا أرسل رسالة إلى رؤساء المنظمات كافة، لأنني بصفتي في مدير أو مدير الملتقى مكلف بهذا، أن نجتمع جميعا رؤساء المنظمات حتى نقعد على طاولة ونستطيع مع بعض أن نعطي أو نقعد وماذا نريد أن نعطي أو نتعاون، لأن كل المنظمات يقينا أن لديها أهداف مشتركة يجب أن تتعاون في هذه الأهداف. هذا هو أول عمل المنظمة. العمل الثاني والآن هو مجمع أمة الخير. الآن نعمل في مجال التعليم أيضا بالمشاركة مع منظمة رباط الخير الخيرية. نحن نعمل في مجال التعليم وهم يعملون في مجال التنمية المستدامة للمجمع. هذا هو الإنجاز الثاني. نعم. ذكرت أنه فكرة المنظمة أو رؤيتها أنه هي الاهتمام بالجانب التعليمي وتأهيل هذا الجانب سواء من ناحية المدرسين أو من ناحية المدارس. صحيح. هل للمنظمة رؤى وخطط مستقبلية أخرى غير هذا الجانب؟ أكيد لديها رؤى وخطط كبيرة يمكن أن تكون أكثر من 20 عاما، ولكن الخطط التنفيذية أو التشغيلية التي سوف تكون في الأيام القادمة، لدينا إيفنت إن شاء الله في شهر 9 تحت عنوان خطوات نحو بناء السودان. إن شاء الله سوف يكون هذا الملتقى كبير جدا وحافل، والآن نحن نعد فيه هذا الجانب الأول، ولدينا أيضا مبادرات أخرى، ولكن نركز في هذا الملتقى إن شاء الله حتى نستطيع أن ننقل أو نضع خطة يمكن أن يسهب عليها الناس، أو نستطيع أن نغير الأفكار حتى نستطيع أن نبني. هذا هو أول مشروع سوف نقوم به. وأيضا هنالك مشروع في مجال التوعية الصحية، لدينا أيضا في نادي للدكاترة إن شاء الله سوف يجتمعون وسوف يقومون بالتوعية الصحية عبر قناة التلفزيونية، أو أيضا عبر الذهاب إلى المستشفيات وعمل هذه التوعية إن شاء الله. ولدينا أيضا مبادرة أخرى في مجال اللغة الإنجليزية، الآن فعليا هي انطلقت وإن شاء الله سوف تحدث تغيير كبير جدا وأثر كبير جدا في المجتمع السوداني. الفكرة اللي بتجي على الشخص المتفائل جدا أن هم الشباب فعلا اللي حيستطيعوا يبنوا السودان ويعيدوا تأهيله بشكل يليق بالجميع، ولأنه الفترة اللي فاتت كانوا مبعدين عن الصورة وغير موجودين. صحيح. في صحيح. في التغيير والإنجاز، لذلك كلنا أمل إنه الشباب يستطيع أن يبني البلد كما تمناه الجميع يعني. فلك التحية. وأخيرا أستاذ عماد خلينا نتكلم عن رسالتك وبماذا توصي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الناشئة حتى لو كانت فكرة صغيرة. تفضل. سؤال عظيم جدا. إذا تحدث ما هي الرسالة، أقولها ببساطة، رسالتي هي التغيير الإيجابي على البشرية. ولكن رسالتي إلى كافة المنظمات، يجب أن نتعاون فيما بيننا، يجب أن نتعاون فيما بيننا ونلتقي، لأن لدينا أهداف كثيرة جدا مشتركة، ومثل ما يقول المثل السوداني اليد الواحدة ما بتصفق، ونحن عايزين نضع يدينا في يدين بعض عشان حنبنيه. وقول حنبنيه لي يعني أفضل من كلمة تسقط، بس يعني سقطت
وبرضه حنبنيه، وان شاء الله حتكون بنفس التاثير بنفس البرمجه وحنبنيه، ونحن مؤمنين ودماء وارواح الشهداء لن تهدر سدى. مشكور جدا استاذ عماد الدين مكي مرغني، مدرب تنميه بشريه والمدير العام لمنظمه افاق العقول الذكيه للتدريب والتنميه، كنت ضيف عزيز على موجه الصباح. شكرا لك. شكرا لك الله.